روسيا تنكر إنكارا كاملا إمكانية استعمال المواد الكيميائية أو صواريخ الطائرة للطائرة الكيميائية ضد بجيش العربي السوري، لأن روسيا مع الدول مع هي منظمة دولية لمنع السلاح الكيميائي عمل تفتيش الكامل وسلموا كل سلاح الكيميائي اللي كان تحت تصرف السلطة السورية إلى منظمة دولية، ولذلك بتقدير الروسي ما بقي هناك ولا شيء من المواد الكيميائية.